مرحبا بكم في هذه الحلقة من المشهد على شاشة النيل الأخبار، والتي تتحدث عن قمة العشرين التي يحضرها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كضيف شرف في دورتها 11. هذه القمة المنعقدة في الصين تبدأ في الغد وتستمر على مدار يومين. قمة العشرين فرصة ذهبية لمصر وللاقتصاد المصري نحو أفاق جديدة للاستثمار والتنمية، ليس فقط مع الدول المتقدمة لكن التواصل مع الكثير من الدول المشابهة في ظروف مصر، سواء اجتماعيا أو حتى اقتصاديا، ومرت بالعديد من التجارب للنهوض بالمجال الاقتصادي. قمة العشرين يحضرها الحقيقة 20 دولة كما هو مسمى بهذا الاسم. العشرين دولة يعتبروا هم المسيطرين على 80% من الاقتصاد العالمي و90% من المواد الخام في هذا العالم. القمة هذا العام أو في هذه الدورة تأتي تحت عنوان بناء اقتصاد عالمي إبداعي نشيط مترابط وشامل. أسماء مركبة وكثيرة، لكن كيفية تحقيقها على الأرض، دعم الدول النامية، تحقيق خطط التنمية الشاملة 2030، وأيضا إصلاحات مصرية على الطريق يعرضها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل هذا في حلقة اليوم مع ضيفي الكريم في المشهد. أرحب بالدكتور عز الدين حسنين، أستاذ التمويل بالمعهد القومي للإدارة، وأيضا المحاضر بجامعة نوتنغ هيل الإنجليزية. برحب بحضرتك. أهلا بك يا فندم. صحتك أستاذ المشاهدين جميعا. دعونا نتابع هذا التقرير حول قمة العشرين، ثم نعود فورا لبدء هذه الحلقة من المشهد بتحليلاتها المختلفة. تلبية لدعوة من الرئيس الصيني تشي جين بينغ الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية لقمة مجموعة العشرين، تأتي زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة هانغتشو للمشاركة كضيف خاص في القمة التي تعقد غدا الأحد وتستمر يومين. الرئيس السيسي سيشارك في مختلف جلسات عمل القمة، حيث يعتزم التركيز على الموضوعات التي تهم الدول النامية بوجه عام، ولا سيما فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي. كما سيؤكد السيسي على ضرورة تقديم المساندة الفعالة للدول النامية في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بما في ذلك تيسير نقل التكنولوجيا ودفع حركة الاستثمار الأجنبي، فضلا عن ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ. ويتضمن برنامج مشاركة الرئيس السيسي في قمة مجموعة العشرين عقد لقاءات ثنائية مع عدد من القادة والزعماء، منهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، ورئيس الوزراء الياباني شينزو أبي، والرئيس الكوري بارك، والرئيس الأرجنتيني ماكري، وغيرهم من المسؤولين الدوليين. ويشار إلى أنه من بين أهم الموضوعات التي ستطرح على مائدة النقاش خلال قمة هذا العام تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة، والتعجيل بسريان اتفاق باريس حول التغير المناخي، وإقامة آلية دولية جديدة لمكافحة الفساد تعمل على ضمان مطاردة المسؤولين الفاسدين الهاربين واسترجاع ما نهبه من ثروات غير مشروعة. كما ستناقش القمة مكافحة الحمائية التجارية والاستثمارية في العالم، ومساندة أفريقيا والدول الأقل نمواً، ومساعدتهم على اللحاق بركاب التنمية والتقدم. إذن قمة العشرين، هذه القمة التي يجتمع فيها عدد كبير من الدول، والحديث الأبرز حول تنمية مستدامة في الدول النامية وكيفية الدعم للدول الفقيرة، وأيضا تحقيق بعض التحديات التي بتواجه العالم، ولقاءات ثنائية بيعقدها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش القمة، والتي تأتي بعد زيارته الخاصة للهند من خلال عدد أيضا من المباحثات في المجال الاقتصادي وتنشيط العلاقة ما بين الهند ومصر. إذن مرة ثانية أرحب بضيفي الكريم الدكتور عز الدين حسنين، أستاذ التمويل بالمعهد القومي للإدارة والمحاضر بجامعة نوتنغ هيل الإنجليزية. برحب بحضرتك. أهلا بك يا فندم. دكتور عز، الحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتمد دائما في جولاته على دبلوماسية القمة، سواء فيما يخص الأمور السياسية أو السياسة الخارجية المصرية، أو فيما يخص الاقتصاد وإبرام عدد من الاتفاقات، أو حتى المفاوضات مع رؤساء الدول التي يذهب إليها سيادة الرئيس. قبل أن نتحدث عن قمة العشرين وما ننتظره
من قمة العشرين نتحدث عن جولة سيادة الرئيس بالهند في اليومين السابقين لهذه القمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا جولة سيادة الرئيس في الهند أو خدها كمحطة أولى قبل ما يروحوا الصين، وأعتقد أن الدعوة دي قديمة شوية من فترة بقالهم هم عايزين يستضيفوا سيادة الرئيس في الهند. محنة الدعوة، إحنا عايزين بقى نقول هو الرئيس برضو كان حريص حتى قبل دعوة الهند ليه أن هو يروح للهند، باعتبار الهند دلوقتي قطب تاني في المجموعة الآسيوية اقتصاديا، يعني نمر آسيوي طالع بشدة جدا، يمكن الفترة الأخيرة تجاوز معدلات النمو في الهند الصين نفسها. فالهند نفسها كتجربة اقتصادية تجربة فريدة جدا من نوعها. الهند اللي كنا لسه من حوالي 10-15 سنة كنا بنتكلم هو أنت هندي؟ يعني أنت بتفهمش حاجة، أنت بتعرفش حاجة، لأن كان عندهم فقر وجهل ومرض وغير طبيعي. دولة تعداد سكانها 1.3 مليار نسمة، 1300 مليون نسمة، يعني قدينا 13 ضعف. دولة مساحتها 3 مليون وشوية، تقريبا 3 أضعاف مصر، بلد كبيرة جدا جدا جدا. كان بينتشر فيها كتير جدا من المرض والفقر والجهل وفيضانات وزلازل، يعني بلد عانت معاناة غير طبيعية. البلد دي بدأت في الستينات، بدأت اشتراكية زي مصر بالظبط، نفس الهيكل بتاعنا بالظبط. بدأت اشتراكية، كان من أيام إندرا غاندي أتصور 66-76، أممت شركات وبنوك ومش عارف إيه والكلام ده كله، واهتمت بالقطاع العام وعملت مشروعات تستقطب بيها الفقراء من الشعب الهندي. زي ما عمل كده جمال عبد الناصر في البدايه خالص، يعني اهتم بموضوع التأميم والشركات الحكوميه والقطاع العام. لكن ده ما جابش النتائج المرجوه منها. فدخلوا في التسعينات كانوا خلاص افلسوا تقريبا، يعني اندرا غاندي يمكن قعدت دورتين ثلاثه ما كانتش في الحكم، جت من 84 برضه ما عملتش جديد، فضلت الهند زي ما هي، تعثرت كتير قوي، وبعدين في التسعينات فلست تقريبا الهند. كان عندها تقريبا الاحتياطي النادي عندها $1 مليار سنه 91، يعني حاجه لسه قريبه، بنتكلم في 15 سنه تقريبا. $1 مليار. اضطرت الهند ان تبيع الذهب بتاعها. ما عندهاش فلوس، ما عندهاش دولار، وما فيش دوله ولا مؤسسه دوليه عاوزه تديها فلوس تقرضها فلوس. فاضطرت ان هي تقريبا تبعت 47 طن ذهب لزيورخ ولندن في سبيل نوع من انواع الضمان عشان تدوني فلوس امشي حالي يعني. فالهند عانت جدا الفتره دي معاناه كبيره جدا. لكن ايه اللي طلع الهند الطلعه الكبيره قوي دي، ودي الاستفاده اتصور ان الرئيس يعني يعرفها كويس جدا جدا وعشان كده راح الهند. التجربة الهندية في الظروف الصعبة دي اللي كانت في 91 خلتهم يهتموا بالعنصر البشري، التنمية البشرية، تنمية العقول قبل الحجر، يعني احنا بنهتم بالبشر قبل الحجر، هم اهتموا بكده فعلا. التنمية البشرية، وهنضع 100 خط تحت تعداد السكاني اللي كان في الهند. طبعا بالظبط. اللي ما مثلش عصرة بل بالعكس مثل دفعة. بالظبط كده. فهم اعتمدوا على التنميه البشريه، اعتمدوا على ميزه العالم كانت بالنسبه لهم بلايند اريا كده، حته مش شايفها العالم، اللي هي التقنيه، اللي هي تكنولوجيا المعلومات والاي تي. هم ركزوا جدا لان وجدوا ان في ناس منهم سافروا ستانفورد في امريكا ومش عارف ايه ودرسوا شويه هناك، وستانفورد بالمناسبه برضو هي الجامعه اللي كان محيطها كله عباره عن وادي السيليكون اللي هو الامريكي في كاليفورنيا، في سان فرانسيسكو في كاليفورنيا. فوادي السيليكون ده هم حبوا من المغتربين اللي عندهم بالعقول اللي بره دي ينقلوا التجربه دي عندهم في الهند. الفكره كانت في الخمسينيات من ايام اعتقد نهرو، لكن ما كانش برضه ما طوروهاش، لكن بداوا من بعد التسعينات بعد العصرات الكبيره دي قالوا احنا نهتم بهذا الموضوع. فخصخصوا، عملوا نوع من الخصخصه لبعض الشركات من اتصالات وشركات كبيره هناك وحكوميه و بس خدوا عائد هذه الخصخصه وعملوا بيها مؤسسات تعليميه في هذا النوع من التكنولوجيا. نعم. لتنميه العقول اللي عندهم. قدروا فعلا في خلال الفتره دي يعملوا او يحاكوا وادي السيليكون اللي في امريكا في مدينه عندها اسمها بنجالور. بنجالور دي بقت عباره عن وادي سيليكون موجود في الهند، بتعمل نفس ومن ثم بدا التقدم او خرجت بدأ من هذه العصر ده مش خرجت وبس يا فندم، ده طلعت بصوا يا فندم عملت $400 مليار احتياطي نادي اجنبي، بعد كان مليار، عملت انتشرت 200 مليون مواطن هندي تحت خط الفقر بقوا من الطبقه المتوسطه، يعني لو بالمصري كده دخلوا من 5000 احنا وطالع، فعملوا طفره كبيره جدا في بس في حته التكنولوجي اللي هم اهتموا بيها جنب الصناعات الثانيه. طيب انا ليه بتكلم عن الهند كمحطه اولى؟ لان ليها معنى ومغزى قبل قمه ال20 وذهاب سياده الرئيس كضيف شرف لهذه القمه التي بتطفو عليها الى حد كبير القضايا الاقتصاديه. الرئيس كان له اتصالاته الواضحه في شكل تعاون اقتصادي مع الهند ونقل التجربه الهنديه الى مصر. هل مصر على طريق الاستعداد لمثل هذه التنميه البشريه ومن ثم المكاسب في المجال الاقتصادي تترجم في الاخر؟ والله اتمنى ان اعتقد الرئيس يعني عامل برضه مبادره كبيره جدا للشباب وتاهيلهم وعايز تاهيلهم والكلام ده كله، ودي مبادره طيبه كل حاجه، لكن لسه احنا عايزين المزيد من اكتر من كده.
احنا عايزين الاهتمام بالمؤسسات التعليميه الخاصه بالتكنولوجي. مصر بتفتقد لهذا النوع من الصناعه. احنا قلنا ان صناعه التعهيد في الهند دلوقتي اللي الرئيس راح برضه يشوفها وطلع عليها كتجربه كبيره جدا في على فكره بنجلور دي قد محافظه القاهره 214 كيلو وحوالي 8 مليون نسمه، يعني بلد صغيره جدا. بس تخيل البلد دي هي تاني مصنع في العالم لتكنولوجيا المعلومات، تاني مصدر لعقول وخبراء التكنولوجيا المعلومات في العالم كله، بيدخل تقريبا يا فندم 100 مليار دولار سنويا، يعني قد اللي بتدخله السعوديه من النفط هي بتدخله يمكن ضعف من العقول اللي عندها فقط لغير. فبقى العقل والفكره، عشان كده يمكن مؤتمر قمه العشرين ان هو يكون نحو اقتصاد عالمي ابداعي، هو ده دي أول كلمة في الشعار الحقيقة طبعا. اقتصاد عالمي إبداعي نشيط مترابط وشامل. احنا هنفند طبعا هذا العنوان تحديدا، ولماذا خرجت الدورة بهذه التعريفات تحديدا أو هذه الكلمات التي تعبر فيها ربما عن عثرات في الكثير من دول العالم حتى في المجال الاقتصادي. الصين كانت هي أيضا تجربة فريدة من نوعها، حولت التعداد السكاني الرهيب لها إلى قوة عاملة وقوة اقتصادية. كيفية الاستجابة من هذه النمور الأسيوية ربما هي التي ستحتل العالم بعد ذلك من دول عظمى في مجال الاقتصاد إذا ما قيس القوة بهذا المجال تحديدا في العالم. عندما نذهب إلى الصين ويذهب سيادة الرئيس إلى الصين تلبية لهذه الدعوة من الرئيس الصيني، إذن هناك أيضا مغزى ومعنى لسيادة الرئيس من تواجده في مثل هذه الدولة ذات النمور الأسيوية. لماذا الصين ولماذا الاستجابة قبل أن نصل إلى قمة العشرين والدول المشاركة فيها وأهدافها؟ وطبعا قمة العشرين بتضم من وجهة نظري كده بقول هم دول مجلس إدارة العالم، لأن دول فيهم أكتر تقريبا 19 دولة، هم 19 دولة من أكبر اقتصاديات العالم اللي موجودة في على الكرة الأرضية كلها. يعني تجمع ال 20 دولة دول بيمثلوا تقريبا تلتين سكان العالم، بيمثلوا تقريبا أكتر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم كله. بيمثلوا تقريبا كل السلاح النووي اللي موجود في العالم موجود في المجموعة دي. الإنفاق العسكري اللي في العالم كله موجود في المجموعة دي، فهم دول العالم. هم دول اللي بيديروا العالم فعلا اقتصاديا، هم دول القويه جدا، هم دول اللي مؤسسين صندوق النادي الدولي والبنك الدولي والمؤسسات الدوليه والماليه اللي موجوده في العالم. الرئيس لما يعني طبعا هو الرئيس يعني تم استضافته من شي جين بينج على انه ضيف شرف. ضيف شرف في القمه يعني. وضيف شرف القمه معناه ان هو هيبقى عنده فرصه متاح لي ان هو يعرض خارطه مصر الاقتصاديه، الفرص الاستثماريه الواعده، هي فرصه ذهبيه فعلا ان يقول للعالم كله اللي موجود، وفي منهم ناس كانوا ضد ومع الدوله المصريه في ثوراتها الموجوده، فبرضه هيبقى في نوع من انواع الطرح الجديد بشكل جديد، مصر فين دلوقتي ومصر رايحه على فين دلوقتي. فاحنا بنتكلم على الصين كتجربه، طبعا تجربه رائده جدا، تنميه بشريه من حوالي 1500 مليون نسمه برضه، يعني الهند رقم 2 في العالم عدد السكان بعد الصين، يعني الدولتين طيب اللي راحوا. اسمح لي يا دكتور عزه حتى لا اطيل على زميلي عبر الهاتف، لانه معنا من الصين محمد جوهر موفد التلفزيون المصري الى قمه العشرين. برحب بك يا محمد. اهلا بك هبه. اخر الاستعدادات لقمه العشرين وجدول اعمال سياده الرئيس على هامش هذه القمه. نعم هبة، وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى مدينة هانغشو الصينية للمشاركة في قمة مجموعة العشرين التي ستبدأ أعمالها غدا، وذلك عقب اختتام زيارته الرسمية إلى نيو دلهي والتي استمرت لمدة يومين. السيد الرئيس استهل نشاطه في الصين مساء اليوم باستقبال السيدة كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي بمقر إقامته. حضر اللقاء كل من السيد محافظ البنك المركزي والسيدة وزراء الخارجية والتجارة والصناعة إضافة إلى وزير المالية. اللقاء تناول هبة الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بين مصر وصندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والذي سيتم عرضه على مجلس إدارة الصندوق قريبا لإقراره. كريستين لاجارد أشارت بالجهد الذي تقوم به الحكومة المصرية لتطوير والنهوض بالاقتصاد من خلال تطبيق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية اللازمة، سعيا للتغلب على التحديات أمام دفع الإصلاحات الاقتصادية أمام دفع الاقتصاد المصري قدما وتقليل البطالة والدين العام، مؤكدة على دعم صندوق النقد الدولي بقوة لجهود الإصلاح الاقتصادي التي تبذلها مصر، متمنية التوفيق للحكومة المصرية في مساعيها لتحقيق أهدافها التنموية.
السيد الرئيس من جانبه في هذا الصدد أكد على حرص مصر على تحقيق التوازن بين رفع معدلات النمو والاستقرار المالي وتحقيق العدالة الاجتماعية بما يضمن حماية محدودي الدخل وشعور المواطن العادي بثمار التنمية والإصلاح. وأكد سيادته على مواصلة الدولة لجهود تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية خلال المرحلة المقبلة. أيضا تم خلال اللقاء استعراض الجهود التي تقوم بها مصر لتوفير مناخ جاذب للاستثمار باعتباره وسيلة مهمة لرفع معدلات النمو وتوفير فرص عمل وتقليص الدين العام، فضلا عن الإصلاحات التشريعية والمؤسسية المتعددة التي تقوم بها الحكومة. كما تم التطرق لعدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال قمة مجموعة العشرين، حيث أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار على اهتمام مصر بأن تعكس الجهود الاقتصادية والمالية والدولية تزايد نصيب الدول النامية في الاقتصاد العالمي، أيضا تيسير اندماجها فيه بما يتيح المجال لاستفادتها مما يوفره الاقتصاد العالمي من فرص ومزايا، ويساهم أيضا في تحقيق نمو اقتصادي دولي. نعم، ماذا عن بقية اللقاءات التي من المفترض أن يعقدها سيادة الرئيس على هامش القمة؟ جدول أعمال الرئيس به عدد كبير من اللقاءات، ولكن دعينا نتحدث عنها في وقتها، لأن كما تعلمين نظرا لظروف القمة من الممكن أن يحدث بعض التغييرات، ولكن دعينا نتحدث عنها وقتها إن شاء الله. أشكرك محمد جوهر، منفذ التلفزيون المصري إلى قمة العشرين. ربما أبرز ما تحدث عنه زميلي محمد جوهر هو لقاء سيادة الرئيس مع رئيس صندوق النقد الدولي كريستيان لاجارد، وأيضا عدد من ما تم في المفاوضات السابقة التي تمت مع وفد الصندوق في القاهرة لمنح مصر القرض المرتقب على مدار 3 سنوات قادمة. كيف نظرت إلى هذا القرض تحديدا والقيمة 12 مليار دولار من المفترض أن يأتوا إلى مصر مجدولين، وأيضا ما أثير في هذه المفاوضات من بعد دعنا نتحدث عنها بأنها ليست شروط لكن ربما كانت ملاحظات واضحة فيما يخص عملية التنمية، الإصلاحات الاقتصادية، الدعم وكيفية وصوله إلى مستحقيه، وأيضا بعض ما يخص منظومة الضريبة منها مثلا ما أثير حول قيمة القيمة المضافة أو ضريبة القيمة. هو طبعا لقاء السيد الرئيس بكريستين لاجارد اعتقد ان هو كان متوقع جدا، كان متوقع ان هو يقبلها لان طبعا هم مدعوين في هذه القمه، وان هي بتشدد ان هي طبعا ان القرض ان شاء الله هيتم الموافقه عليه وهيتم وفقا للخريطه اللي قدمتها الحكومه المصريه للصندوق، يعني مراعاه البعد الاجتماعي عشان الناس ما تقلقش ان برضه الدعم مش هيقل مش هينخفض بشكل ملحوظ، بس هيعاد هيكلته بالشكل اللي يسمح بوصول المستحقين. وده اعتقد من النادر ما يحدث لصندوق النقد الدولي، دائما ما كان ينادي للدول اللي بيقرضها انه يرفع الدعم مباشره، يحرر سعر الصرف، يقلل الناس في القطاع الحكومي، دي معروف روشته ثابته لصندوق النقد. لكن صندوق النقد يتفهم هذه الامور عشان طبيعه الخاصه في مصر والظروف الاقتصاديه بتمر بها مصر، ده شيء محمود جدا للطرفين للحكومه المصريه ونجاحها في التفاوض مع صندوق النقد وتقدر ان هي تاخد منه موافقه على ان الدعم يستمر ولكن وصول لمستحقيه، يعني منظومه الحمايه الاجتماعيه تبقى موجوده، فده شيء محمود للحكومه المصريه. رقم 2 بالنسبه لضريبه القيمه المضافه وما يثير طبعا من في خلال او بيها او معاها او متزامن معاها كثير من الجدل بان هي تزيد الاعباء والكلام ده كله. احنا عايزين برضو نقول للناس صح الاعباء هتزيد شويه لكن هي بديل لضريبه كانت موجوده قبل كده اللي هي ضريبه المبيعات. هي طبعا هتفيد الحكومه بشكل كبير، المواطن يعني هتزيد عليه اسعار شويه، وانا كان رايي الشخصي ان احنا كنا يعني تم تمرير القانون او ضريبه القيمه المضافه ويتم تطبيقها، لكن اتمنى ان يتم ارجائها شويه على ما تتحسن الظروف، يعني كنت اتمنى ان ترجع مثلا في شهر يناير القادم يبقى افضل لحد ما تتحسن الظروف شويه، يتم توصيل الدعم الحقيقي للمواطنين بشكل مناسب بحيث برضو الناس ما يبقاش عندها اعباء ماليه كثيره خلال الفتره اللي جايه. اذا مره اخرى نعود الى ما تتوقعه من كلمه سياده الرئيس امام قمه العشرين، يتحدث عن اصلاحات اقتصاديه، بالتاكيد سيتم التطرق لصندوق النقد او المفاوضات التي تمت مع صندوق النقد والثقه الدوليه الممنوحه الى مصر في هذا الصدد، لكن ايضا شكل نوع التعاون المنشود من مصر او حتى اليد الممدوده
للمستثمرين الذين يجلسون على هذه الطاولة التي تجمعهم في قمة العشرين؟ عشان كده بيقول لي إن هي فعلا فرصة ذهبية للحكومة المصرية، فرصة ذهبية لسيادة الرئيس إن هو هيعرض في المؤتمر اللي بيحضره مجلس إدارة العالم تقريبا 19 دولة ومعاهم الاتحاد الأوروبي، يعني 20 تجمع من أكبر دول العالم، وبيعرضوا في خارطة مصر الاقتصادية. وهنقول السيد الرئيس توقع طبعا ان هو هيقول طبعا الخارطه الاقتصاديه لمصر الفتره اللي جايه والتصور لحد 2030 لمصر خلال الفتره اللي جايه، الفرص الاستثماريه الواعده في قطاعات معينه ومصر بتفتح ايديها، وقانون الاستثماري اللي ان شاء الله مزمع يتم اقراره الفتره اللي جايه او يتم تقديمه لمجلس النواب الفتره اللي جايه ان يكون جاذب ويكون مبشر بالخير لمصر ان شاء الله، جذب هذه الاستثمارات. اتصور ان الاستثمارات الاجنبيه المباشره هي حجر الزاويه لمصر خلال الفتره اللي جايه، يعني الاستثمارات الأجنبية ضرورة ملحة زي قرض الصندوق كده، ما هو ضرورة ملحة في الوقت الحالي لظروفنا المالية، فاحنا كمان الاستثمارات الأجنبية لازم تتزامن معاها. يعني خدنا قرض الصندوق وما جاتش استثمارات يبقى في مشكلة كبيرة جدا في مصر، عشان كده لازم الاستثمارات الأجنبية يتم. هي دلوقتي السيد الرئيس هياخدها فرصة بأن هيعرض الموقف كأنه موقف سياسي ومعاه موقف اقتصادي. الموقف السياسي أن مصر تتحول تحول كبير جدا نحو الديمقراطية، عندها مؤسسات خلاص أوريدي استقرت، محتاجين الفترة الجاية بقى إيه؟ التنشيط الاقتصادي بدعم الدول دي. انتوا حاطين عنوان جميل جدا كصين والعالم، ان احنا بنتجه الى تنميه شامله. عندنا الامم المتحده عامله عنوان كبير جدا تنميه مستدامه وتنميه شامله لحد 2030 لكل دول العالم. دول العالم المفروض حاطط منشطات كبيره جدا ان احنا بندعم الدول الفقيره والدول الناميه والدول الافريقيه وننتشرها عشان تتواكب مع ما تم التقدم فيه في الدول الكبيره. طيب عايزين بقى نطبق اللي بيحصل ده او نطبق كلامكوا ده. طيب ما هي دي فكره التطبيقات. الاقتصاد الابداعي ماذا يعني؟ اقتصاد عالمي ابداعي. اقتصاد عالمي ابداعي معناه الخروج بره الصندوق، زي حضرتك قلت اتفضلتي قلت من شويه، ان هو ان احنا نخرج بره الصندوق، نفكر في الابتكار، كرييتيف وانوفيتيف وموتيفيتد كمان، ان انت تعمل حاجه مبتكره وحاجه مبدعه زي ما عملت الهند كده في البنجلور زي ما قلنا من شويه، زي ما عملت الصين مثلا في هانجيتشو اللي هي يعني مستضيفه القمه هانجيتشو. وبرضه عايز اقول هنا رساله مهمه قبل ما اعديها، هانجيتشو دي على فكره بلد ما حدش يعرفها خالص. يعني كان المفروض لو قلنا مثلا بكين باعتبارها عاصمة الصين كان المفروض تعمل فيها القمة زي ما كان بيتعمل كده في برلين في تورونتو ويتعمل في واشنطن، دول يعني ليها صدى سياسي كبير في العالم كله. لكن اشمعنا المدينة دي؟ عشان الصين عايزة تقول للعالم بصوا على البلد دي. هانجيتشو دي بلد عريقة جدا، بلد حضارية، بلد ثقافية، فيها ترويج، جزء ترويج من طبعاً الترويج. طبعا احنا عندنا جينا في فترة من فترات كنا بنروج لشرم الشيخ والغردقة بالمؤتمرات القمة الكبيرة كانت بتتم هناك. أتمنى تبقى دي رسالة أو تجربة ناخدها. عندنا بقى أماكن تانية، عندنا إسكندرية، عندنا الأقصر وأسوان، عندنا بورسعيد، عندنا أماكن ممكن جدا نلقي عليها الضوء العالمي. الصين ويا ريحها هانجيتشو بتعمل فيها المؤتمر قبلها بحوالي كام شهر، عملت فيها برغم إن دي الصين الكبرى العظمى، كانت بتطور فيها الطرق والشبكات والمباني والتجميل والزينة و وصرفت مليارات من الدولارات عشان لانها وضعت على اجنده المؤتمرات. بالظبط كده. فبنفس الحكايه احنا طورنا شرم الشيخ والغردقه، وان شاء الله السياحه هترجع تاني وهتبقى احسن من الاول ان شاء الله، يعني على السنوات القريبه الجايه، السنه السنتين الجايين دول. لكن عايزين كمان لما يحصل مؤتمرات كبيره نشوف اماكن تانيه نطورها وننميها على حس مؤتمرات جايه، زي اسكندريه والاقصر واسوان وبورسعيد، نحطهم على الخريطه العالميه بقى عشان دول بعد كده يبقوا ايه العالم عارف شرم الشيخ وحتى لو حطيت مدن القناه على الخريطه العالميه من ناحيه المؤتمرات دي كمان بتمثل ترويج للاستثمار لانها طبعًا. جزء من محور تنميه قناه السويس طبعًا. المشروعات الجديده المناطق اللوجستيه يعني زي ما نقول كده عدد من الفرص بنصيبها بهدف واحد. وحضرتك قلت ليه ابداعي؟ ماشي انا اسف عشان اكمل حته الابداعي دي. هانجيتشو كمان على فكره هي عاصمه الصين الابداعيه لان فيها تقريبا اكبر مركز تجاري عالمي رقمي في العالم، شركه كبيره جدا اسمها علي بابا للتجاره الالكترونيه في العالم بتبيع ب 170 مليار دولار موجوده في هانجيتشو. بنتكلم تاني على هانجيتشو لحد دلوقتي اللي بنتكلم فيه عندها كل حاجه رقميه، المدينه دي نفسها رقميه، يعني ال 95% من وسيله المواصلات في التاكسيات والميكروباصات والاتوبيسات والكلام ده كله شغال بالموبايل، الدفع بالموبايل مش حتى بالكارت الذكي. يعني شوفي قد ايه تطور والابداع اللي هو بيتكلموا عليه الصين ابداعيه، عشان كده اختاروا المدينه دي. المتاجر كلها هناك شغاله برضو بالدفع بالموبايل، الاسواق بتاعت الخضار والفاكهه الاسواق العاديه 50% منها شغال الدفع بالموبايل. تصوري مدينه زي دي بقت مدينه رقميه ابداعيه، عشان كده اختاروا المدينه كمان كعنوان نموذج وتجربه المؤتمر. بالظبط. نعم، بقية ما خرج به عنوان هذه القمة أو شعاره هو نشيط مترابط وشامل.
معنى الإبداعي هو الخروج عن المألوف في التطبيقات المختلفة، لكن فكرة النشاط والترابط والشمولية هل بتعني أن دول العالم كافة ستنالها من هذه التنمية، من هذا التقدم، من هذا الرواج الاقتصادي بشكل أو آخر، وده الهدف المرجو من هذه القمة؟ أكيد، إن هم طبعا هيناقشوا كمان على القمة أتصور كمان أن هي تسيير عمليات النمو أو مسارات عمليات النمو المختلفة اللي هتتم في العالم كله الفترة اللي جاية، خصوصا وان اخر مؤشرات الصندوق النقدي الدولي والبنك الدولي بيقولوا ان مؤشرات النمو في العالم كلها منخفضه جدا، قد تكون من 1.8 ل 2% خلال الاربع سنين الجايين دول، يعني معدل النمو متباطئ جدا جدا. ويمكن حاليا معروف ان العالم كله في حاله تباطؤ، من اول اوروبا لامريكا للصين، وكمان الصين هي محرك العالم، عندها تباطؤ كبير جدا في الاقتصاد. فمعنى ان هم يتجهوا الى ان هم يشوفوا مسارات اخرى للتنميه، يعني بيفكروا وقت في مسارات جديده للحرير البحري والبري هي طريق الحرير، اللي مصر احد المسارات الهامه بالضبط كده. فده نوع من انواع ان الصين هتقدمه للعالم وهتنميه بشكل كويس جدا عشان تنمي فيه حركه التجاره الدوليه ما بين العالم كله لربطه، سواء سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، فالعالم يبقى قريه مترابطه واحده. ده معنى كلمة الترابط، ومعنى انه يكون شامل، ان هم بقى ياخدوا بقى بايدين الدول الفقيرة والدول النامية ويقدموا لها مساعدات. يعني بنتكلم على افريقيا، كانت لحد يمكن واحنا بنتكلم دلوقتي افريقيا هي عبارة عن منجم العالم فقط لغير، ملهاش اي مشاركة في العالم في ناحية الاقتصادية، منجم للثروات الطبيعية فقط، ياخدها العالم يصنعها ويرجعها لهم يشتروها، لكن لم تشملها التنمية فاحنا عايزين الشمول ده بقى يشمل افريقيا اللي هي الغلبانة التعبانة قوي دي، ومعها دول شمال افريقيا اللي عاوزه تنمو وتسير في مسار الدول المتقدمه، يتم دعمها ماليا، دعمها فنيا، باستثمارات اجنبيه. الاستثمارات الاجنبيه يا فندم هي عنصر الحاكم في كل الدول تقدمت، من اول تايلاند، ايرلندا، الدول الفقيره التعبانه، تشيلي. إذن سنتحدث فيما هو قادم عن كيفية جذب الاستثمارات المختلفة أو محفزات ربما بتوضع أمام المستثمر لكي يأتي للاستثمار في أي أرض كانت أو في أي دولة كانت. ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الأستاذ أيمن سمير، رئيس تحرير جريدة السياسة المصرية والمتخصص في العلاقات الدولية. برحب بحضرتك أستاذ أيمن. أهلا بك أستاذ هبة. أهلا بك أستاذ أيمن. قمة العشرين وفرص واعدة لمصر، سواء في عرض سياستها الإصلاحية في المجال الاقتصادي أو حتى في جني ثمار جذب الاستثمارات للمزيد من الأراضي المصرية، تعليق حضرتك على هذه القمة والفرص الكامنة لمصر فيها؟ يعني أولا مصر الأول مرة تحضر قمة العشرين، وفيها دلالة كبيرة جدا. الصين اختارت مصر ضمن الدولتين التي يحق لها باعتبارها الدولة المضيفة أن تدعو دولتين، دعت مصر لأن في الحقيقة القيادة الصينية بشكل عام وغالبية قادة العالم الكبار بينظرون إلى مصر الآن باعتبارها عنصر استقرار في منطقة الشرق الأوسط، ولا يمكن أن يكون هناك تنمية أو رخاء للشعوب بدون أن يكون هناك استقرار. معروف أن رأس المال يتحول أو يتحرك إلى المناطق الأمينة، وأي مناطق غير أمينة هذا بيزيد كلفة البناء وكلفة التنمية وكلفة التأمين وغيرها. وبالتالي ينظر إلى مصر كنقطة محورية في منطقة الشرق الأوسط، ليس فقط في المنطقة العربية وشمال أفريقيا، بل حتى كبوابة لأفريقيا. معروف أن مصر تشترك في أكبر ثلاث تجمعات في أفريقيا، هي الكوميسا والساداك وتجمع شرق أفريقيا. هذا التجمع فقط يضم 600 مليون مستهلك بإجمالي إنتاج سنوي يتعدى 1.2 مليار دولار سنوي، وبالتالي مصر تعد بوابة حقيقية للبضائع والاستثمارات، ليس فقط كسوق كبير وهو السوق المصري الذي يمثل ربع سكان العالم العربي ب 90 مليون مستهلك، لكن أيضا كبوابة لأفريقيا بشكل عام. الأمر الآخر أن ينظر لمصر أيضا بأنها هي محرك لمنطقة العربية والمنطقة الشرق أوسطية في كثير من الملفات، وأنه لا يمكن أن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط ولا، وينظر للرؤية المصرية دائما بأنها هي نظرة ناضجة وتتميز بالحكمة الكبيرة. يكفي أن مصر منذ البداية كانت تدعو إلى حل المشاكل في الشرق الأوسط بالطرق السلمية بعيدا عن النزاعات العسكرية، وبعد أكثر من 5 سنوات ها هو العالم يعود مرة أخرى إلى وجهة النظر المصرية ويحاول حل النزاعات بالطرق السلمية. القمة ربما سيطرح فيها الكثير من وجهة النظر المصرية في المجال الاقتصادي، لكن أيضا ما ورد إلينا أو ما بين أيدينا في الأخبار المختلفة هي لقاءات متوقعة مع رئيس وزراء اليابان، أيضا الرئيس الفرنسي والرئيس الروسي، ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وهؤلاء الزعماء والرؤساء في الدول المختلفة.
ماذا عن الصبغة السياسية في هذه القمة وحضورها على المشهد أو حتى منطقة الشرق الأوسط وما يدور فيها من بعض التوترات في كثير من دولها؟ أولا هناك محورين في السياسة يسيطران بشكل كبير جدا على هذه القمة. المحور الأول يتعلق بالصراع في بحر الصين الجنوبي، معروف أن بحر الصين الجنوبي بيمر منه حوالي ثلثي التجارة العالمية، وهناك اتجاه لعسكرة هذا الممر المائي العالمي من خلال الخلاف بين الصين وست دول لها يعني مشاركات على هذا البحر، والولايات المتحدة الأمريكية بشكل أو بآخر بتحاول عسكرة هذا البحر، بالإضافة إلى نشر صواريخ ساو في كوريا الجنوبية. هذا أدى إلى التهاب يعني الضفة الغربية للمحيط الهادي، وهذا في اعتقاد السبب الأول في تباطؤ النمو في الصين خلال العام الماضي. اعتقادي أن هناك مؤامرة غربية تحديدا أمريكية على الصين في المجال الاقتصادي، وعجزت خلال السنوات العشر الماضية من تقليل النمو الاقتصادي الصيني عن 10 أو 9.5%، وبالتالي لجأوا إلى الأساليب السياسية. هذه الأساليب السياسية تقوم على محورين: المحور الأول هو عسكرة بحر الصين الجنوبي، واستغلال ما يسمى بالتطرف الديني في منطقة الويغور أو ما يسمى تركستان الشرقية أو جيانج جينج. طبعا بتحاول الصين من خلال الالتفاف على تلك المحاولات الغربية بعمل بروتوكولات ومنتديات للتعاون سواء مع أفريقيا، مع أمريكا اللاتينية، الانضمام إلى دول البريكس وغيرها، كنوع من الخروج من هذه الضائقة. لا ننسى أيضا أن الرئيس أوباما طرح فكرة التعاون الأمريكي في ما يسمى اتفاقية التجارة عبر المحيط الهادي، وتهدف الولايات المتحدة الأمريكية من هذه الاتفاقية السيطرة على 80% من عائد التجارة العالمية عن طريق عقد اتفاقيات مع دول غير منسجمة سياسيا مع الصين، وفي مقدمتها اليابان وهونغ كونغ وتايوان والفلبين وفيتنام وغيرها. المحور الثاني يتعلق بالشرق الأوسط، الشرق الأوسط وأفريقيا أيضا، لأن بها الكثير من الصراعات، ونتحدث عنهم عن دول تستطيع أن تنمو ولكن تحتاج إلى مد يد العون من دول عظمى في هذا المجال. بالتأكيد، يعني تحديدا يعني ملف الإرهاب مطروح بقوة في قمة العشرين في الصين، لأن الإرهاب بيأثر على التنمية بشكل كبير للغاية. لا ننسى أن اليوم وقع انفجار كبير جدا في مانيلا في الفلبين، وتقف وراءه جماعة أبو سياف الإرهابية. انتشار داعش في دول الجنوب وجنوب شرق آسيا كبير جدا، وتعاني كثرة الدول من انتشار هذه الأفكار المتطرفة القادمة من منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي تسعى هذه الدول الآسيوية ومعها الدول الكبرى إلى عمق فهم هذه الظاهرة. لا يمكن لأي دولة أن تستطيع أن تقدم نصيحة متكاملة لهذه الدول في متعلق بمحاربة الإرهاب مثل مصر. مصر عندها خبرة كبيرة جدا في هزيمة الإرهاب في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، عندما تم تشكيل التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب في سبتمبر 2014، مصر قالت علينا أن نحارب الإرهاب وليس الإرهابيين، لأن ما طرح في هذا المؤتمر هو محاربة داعش فقط في سوريا والعراق. لكن أيضا بعد مرور عامين عاد العالم مرة أخرى يتذكر ما طرحته مصر من ضرورة أن يكون هناك رؤية متكاملة لمحاربة الإرهاب والإرهابيين، لأن المناطق التي بها إرهاب تكون بالطبيعة محرومة من النمو ومن التنمية ومن النهضة، وربما يكون أيضا الإرهاب هو نتيجة أيضا لغياب التنمية في كثير من المناطق تحديدا في الشرق الأوسط. إذا ربما هي كلمة السر التي سأنطلق منها مع ضيفي الكريم في عوامل جذب الاستثمارات المختلفة، هو الأمن والتنمية في العقول ومحاربة الإرهاب. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أيمن سمير، رئيس تحرير جريدة السياسة المصرية والمتخصص في العلاقات الدولية. مرة أخرى دكتور عز الدين، بنتحدث عن مغريات بتقع أمام المستثمر وبالتالي يتجه بها باستثماراته المختلفة. رأس المال دائما يتحدث بأنه جبان بكلمة بسيطة ومعروفة لدى الجميع. أسعار الصرف غير الموحدة مثلا في الداخل المصري، الحالة الأمنية التي اجتازت فيها مصر مرحلة كبيرة، لكن ربما ينظر المستثمر بنوع من التوجس نتيجة ما تنقله وسائل إعلام أخرى لديه في الداخل عن صورة مبالغة لأوضاع في الداخل المصري. كل هذه الأمور وغيرها من الأوضاع، إذا ما تحدثنا عن مصر ومحفزات الاستثمار في الداخل، كيف تراها؟ محافظات الاستثمار في مصر كبيرة جدا. أولا مصر بلد بتعيش على 8 أو 9% من مساحتها كلها، عندنا مساحات كبيرة جدا ما زالت فاضية، ما فيش فيها سكان، ما فيش فيها تنمية، ما فيش فيها صناعة ولا أي حاجة خالص. يعني عندنا أماكن ممكن جدا
للمستثمرين زي ما احنا حددنا كده منطقه محور قناه السويس كبدايه وظاهر ليها سيناء يتم التنميه فيها. عندنا في جنوب الصعيد منطقه المثلث الذهبي اللي ان شاء الله المزمع الفتره الجايه يتم النظر فيها اللي هي قنا والقصير وسفاجه. عندنا مناطق في الوجه البحري كثيره جدا، عندنا المنطقه الغربيه منطقه العلمين وخلافه ومطروح ووادي الجديد. كل دي اماكن تستطيع فيها مصر ان هي فعلا تحط فيها استثمارات قويه جدا وتجذب فيها استثمارات. لكن هي المحفزات زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي رقم واحد الامن، واتصور ان احنا يعني خدنا خطوات كبيره جدا جدا في هذا المجال. نشاط كبير. رقم اثنين لو دخلنا على الموضوع الاقتصادي طبعا لازم يبقى في قانون استثمار محفز. قانون استثمار محفز يعني ايه؟ يعني يبقى في امان في العقود اللي موجوده بين المستثمر وبين الدوله، بتحترم هذه العقود، وده مهم جدا لان مصر في فتره من الفترات حصل فيها مشاكل في هذه العقود، فالمستثمر خايف نتيجه اللي حصل قبل كده، المستثمر يتخصص له ارض وعمل له عقد وبعد كده حصل فيه فساد فترجع الارض ففي مشاكل. فضل المنازعات للمستثمر. فضل منازعات المستثمر تكون بشكل حيادي وينص بذلك في القوانين في قانون الاستثمار. حريه دخول وخروج امواله دي مهمه جدا، هو يدخل بفلوسه بسهوله وبيسر تخصيص الاراضي بسهوله وبيسر الموافقات الخاصه باجراءات تخصيص الاراضي والتراخيص الخاصه بالمصانع. في دول يا فندم بالاختار بيتم بناء المصانع، مش بنقعد 80 موافقه عشان ياخد بس انشاء مصنع. في عندنا طبعا الجنب الثاني وهو سعر الصرف، احنا لازم يبقى في عندنا سعر صرف موحد. تصرف البنك المركزي استثمر النقديه في مصر خدت بعض الخطوات الجيده وفي الفتره الاخيره ان هي طبعا بدات تحارب السوق السوداء، بدات تغلق بعض الصرافات. في قانون صادر قريب بغلق الصرافات جميعا، وانا ضد صحيح الغلق لكن الى حد ما هيبقى في سعر صرف واحد موحد من خلال البنوك نفسها، فده الى حد ما برضو هيشجع المستثمر او يدي. لكن مع ضوابط توفير التمويل اللازم من العمله، المستثمر مش هيجي جنب كل دول الا اذا كان في احتياطي نقدي على الاقل لا يقل عن 35 40 مليار دولار داخل البنك المركزي، لان المستثمر في تجارب كتيره جدا حوالينا في افريقيا وفي دول ناميه المستثمر هرب، كان جوه البلد وهرب نتيجه عدم وجود الدولار داخل البلد، لان المستثمر عاوز يشتري خامات وعايز يشتري قطع غيار وعايز يعمل تصنيع، وده بيتم من خلال استيراد حاجات من خارج الدوله، فما فيش دولار يبقى ما فيش تصنيع، يعني ما فيش مستثمر هيجي. فجنب الاجراءات اللي بنتكلم عليها كالمحفزات، المحفزات الضريبيه والتامينيه والجمركيه ده شيء برضو مطلوب ووارد، لان الصين اللي بنتكلم عليها دلوقتي هانجيتش ودي وغيرها والهند في بنجلور وغيره بتدي حوافز كبيره جدا للاستثمار في التقنيه وتكنولوجيا المعلومات، بتدي احيانا اعفاءات 5 سنين و10 سنين لهذه الشركات. احنا مش عايزين نخش تجربه الاعفاءات تاني عشان احنا استكتوينا منها وما خدناش منها اي نتائج كبيره جدا لصالح البلد، لكن نقدر نقول احنا عايزين تيجي استثمارات بحوافز حقيقيه يلمسها المستثمر وفي نفس الوقت الدوله تاخد حقها من الضرائب والتامينات. كلمه السر نستطيع ان نقولها في الابداع ايضا في التفكير فيما يخص الاقتصاد المصري. طبعا طبعا، لان احنا عايزين نفكر بشكل جديد جدا خالص. احنا يمكن اقترحت قبل كده في كتير وسائل اعلام، قلنا يا جماعه احنا لازم عشان المستثمر يجي عندي هيجي عشان نحط عنده محفزات قد ياتي وقد لا ياتي في ظل الظروف العالميه الموجوده حاليا، قد ياتي او قد لا ياتي بسبب الظروف الاقتصاديه اللي فيها مصر حاليا، لكن احنا لازم نعتمد على نفسنا شويه في هذا القطاع. ازاي؟ ان مصر تعمل لنفسها شركات مساهمه مصريه برؤوس اموال مصريه. يعني اقترحت ان احنا نعمل شركه مصريه مساهمه لدعم وتنميه محور قناه السويس، زي على غرار كده موضوع قناه السويس وحفر قناه السويس، نجمع فيهم حوالي من 5 ل 10 مليار دولار، نعمل 1000 مصنع يا فندم على محور قناه السويس، مشروعات صغيره ومتوسطه. المشروعات الصغيره المتوسطه اللي فيها مبادره الرئيس ودعم البنك المركزي حتى هذه اللحظه لم تفعل، ودي علامه استفهام كبيره جدا من ساعه المبادره بقالها يمكن اكثر من 6 شهور دلوقتي داخلين عليها. فاحنا لو عملنا المشروع ال 1000 مصنع دول باموال مصريه واعطيناها للمصريين يشتغلوا فيها، هنستقطب عماله بعشرات الالاف من المواطنين، هنخفض 500 سلعه على الاقل احنا بنستوردها من بره في الخارج. بس انا هيبقى عندي مشكله تمويل. التمويل ما احنا هنجمعه مصريين، ما نقول حضرتك الشركه مساهمه مصريه. فكره مره ثانيه على غرار نفس شهادات الاستثمار بس هتبقى اسهم تم طرحها. هتبقى اسهم هذه المره اسهم يعني ملكيه كامله مساهمة. يعني عز هيخش ياخد اسهم من المشروع ده ليه ارباح في الموضوع ده، فبالتالي المواطنين المصريين كلهم هيعود عليهم ناتج التنميه لاول مره في تاريخ مصر كلها، ناتج التنميه في 5% و95% ما بيجيهمش ناتج التنميه، فالتنميه كلها هتبقى التنميه الشامله اللي احنا عاوزينها. المصريين يحطوا فلوس يجي لهم ايرادات ارباح على الاسهم بتاعتهم، ودي عباره عن ملكيه مدى الحياه. طيب اتفضلي. ده جزء من التفكير الابداعي، بس سريعا لان احنا الوقت ده همنا حضرتك اتفضلي استكمل. تاني حاجه بالنسبه لموضوع الاحتياطي النادي الاجنبي والسيد الرئيس في الصين حاليا، اتمنى ان هم يتبنوا موضوع اليوان الصيني. احنا بنستورد من الصين ب 11 مليار دولار. احنا ممكن جدا نشتغل باليوان الصيني بدلا من الدولار مع الصين. اليوان الصيني بقى عمله دوليه، بقى عمله سله احتياطي نقدي للعالم كله من يناير، وهيطبق في اكتوبر اللي جاي فعليا.
الصين عندها 2 تريليون عملة يوان صيني موجودة في العالم. ده هيقلل الطلب على الدولار نهائي خالص. لما تقول من بكرة أنا هشتغل باليوان الصيني، البنك المركزي هشتغل باليوان الصيني مع الصين، مين هيطلب دولار من بره؟ لأن معظم استيرادنا جاي من الصين، فمحدش هيطلب دولار وهيتباع بأرخص الثمن. أنا سألت كتير من رجال الأعمال على الفكرة دي وقالوا لي على فكرة ده لو اتطبق احنا بكرة نفلس، اللي بيشتغلوا في الدولار واللي بيشتغلوا في العملة واللي عاملين دولارة. لو الدولة بس قررت تقول أنا هشتغل باليوان الصيني مع الصين، الدولار بكرة يبقى بلاش وهينهار كل السوق السوداء، وكل ال 60 مليار اللي موجودين في السوق السوداء ومستخبين في البيوت هيخشوا البنوك يتباعوا بسعر البنك المركزي. طيب يمكن ده مجال يفتح للكثير من النقاشات. على اي حال انا بشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور عز الدين حسنين استاذ التمويل بالمعهد القومي للاداره والمحاضر بجامعه نوتنغ هيل الانجليزي. شكرا جدا. اشكركم على المتابعه. انتهت هذه الحلقه من المشهد، غدا مشهد اخر على شاشه النيل الاخبار. الى اللقاء.